تشويه بقى في الإسلام في صورة تشويه دعاة الإسلام. هو الآن اللي بيجي يشتم حد من المشايخ قصده إيه؟ قصده شخصه يعني؟ ما هو شخصه ده معلش يعني بشر، ما فيش أي مشكلة، خليه غلط، خليه غلط، خلي أدخن واحد في المشايخ غلط، مش بشر، بشر يخطئ ويصيب، خطأه على نفسه، ليس علينا من خطئه شيء ولا على الدين من خطئه شيء. طب ما اللي بيشتم فيه ليه؟ هو عايز يهدم هذا الرمز، هو عايز يهدم هذا الرمز اللي هو بيشير إلى الدين. فلما يسقط في نظر الناس فلان وعلان وعلان وعلان، صرنا ثلة من الصبيان لا رأس لنا، فما فيش حد لنا، ما لناش كبير خلاص. فيقولك انت عايز تخلي مين وعايز تعمل ايه، فيدخلك بقى في حيصة ضيف. لما يسقط رؤوسك تصير انت كده خلاص جسد هامد، جسم من غير رأس يمشي خلاص ما عادش. ولهذا أبو سفيان يوم أحد لما تغيرت ريح النصر وعصى الرماة أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودي رسالة إن أمر واحد من أوامر النبي ممكن جدا يعاقب الله عليه بقتل 70 من الخيار، فقتل في أحد على إثر ذلك 70 من خيار الصحابة، على رأسهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلوات الله وسلامه عليه. عصوا أمر واحد بس الرماة، النبي قال لهم خليكم مكان حدش يتحرك. فلما جاءت الهبة ريح النصر وبدأ جماعة الكفار يجروا، قال لك الغنائم ونزلوا، فقلب الله عليهم الأمر ووقع وأحيط بهم وأثخن فيهم قتلا وجرحا، وأشيع أن النبي قتل وكاد يقتل صلوات الله وسلامه عليه لولا أن الله يعصمه من الناس. وكان أبو عامر الفاسق قد نصب له كمينا وقع فيه صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي، فجحشت ساقه الشريف وكسرت ثنيته ودخل المغفر في رأسه وأشيع أنه قتل. فقام أبو سفيان قال هل فيكم محمد، ينادي على أهل أحد هل فيكم محمد، ولا أحد يجيب، حدش عايز رد. فأخذ يكررها مرارا هل فيكم، ما حدش رد. أتى بنشوف بقى اللي بعديه، أفيكم أبو بكر، أفيكم أبو بكر، حدش رد. أفيكم عمر، أفيكم عمر، ما حدش رد. فاتبسط أبو سفيان قال بس كده خلاص، لا أرى هؤلاء إلا قد قتلوا، اتقتلوا. فلم يملك عمر نفسه، ما استحملش، وقام وقال له يا عدو الله ما قتل هؤلاء وقد أبقى الله لك ما يسوك. لا ما تخافش، ده لسه موجودين وهيطلعوا عينك. ها؟ فقال له يوم بيوم بدر، واحدة بواحدة كده احنا خلصين، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. هتلاقي حاجات معمولة فيكم مش مظبوطة، تقطيع ودان، تقطيع رجلين، أخذ أكباد أنا ما أمرتش بها صراحة، لكن أنا مبسوط بها برضو، مش مزعلاني يعني، اشتفيت بها منكم ولم آمر بها. أعلو هبل، أعلو هبل، بسط أوي بقى ما عادش في روس، تبقى كده فليعلو بقى الباطل. فقال النبي ألا تجيبوه؟ قال وما نجيبه، نقول له إيه دوت؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. هبل إيه بتاع إيه؟ فقالوا له الله أعلى وأجل. فقال لنا العزة ولا عزة لكم، بعياره من هو عنده صنم بيأكله آخر النهار. فالنبي قال ألا تجيبوه؟ قال من يجيب؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأجابوه بهذا فرد على عقبه. فبمجرد ما تسقط الرموز والرؤوس بتاعة المسلمين ما خلاص كده ما عادش في مشكلة. فبمجرد ما تسقط الرموز والرؤوس بتاعة المسلمين ما خلاص كده ما عادش في مشكلة. ما عادش ينفع. النبي كان يمشي يوم حنين يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب لسه موجود أهو، التفوا حولي وهبوا عليهم هبة النصر.